كله بالدمغه بتاعته. دي سلسله برضه يعني. شيك قوي، حلو قوي 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 قوي. عايزين بقى تظبط كل الناس اللي جايين من الصفحه بتاعتنا، انت الاهم، تعمل لهم احلى اوفر. اهي دي اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي هي الفراشه اللي لونها اسود دي، شكلها حلو قوي، بس بصراحه الازرق برضو شكلها شيك قوي وتحفه. بصوا بقى كمان الانسيالات، عشان اللي بيسال على الانسيالات، اهي كل الانسيالات باشكالها، شكلها جميل ورقيق قوي 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 قوي. الانسيالات دي بقى عليها عامل عليها عرض بايه يا احمد؟ الساعة عندها تبدا من اول 150 جنيه في حاجه زي كده، في حاجه زي كده، كلها حاجات رقيقه قوي وشكلها شيك قوي. من 250 اسعارنا كلها حلوه. في الحاجات بقى اللي هي اتقل شويه بسعر، في التقيل شويه بسعر مختلف يعني. في اللي عايزه بشكل خصوص بقى اخضر ازرق، كله شكله شيك جدا. حاجات فيه يعني انتوا هتلاقوا عنده الحاجات اللي هي السامبل، الحاجات اللي هي تبقى اتقل شويه، اللي انتوا تحبوها تلاقوه موجود يعني. بس السلاسل دي شكلها شيك جدا كمان، بصوا شكلها رقيق قوي وجميله بجد حقيقي. ماشي، دلوقتي بقى هما بيقولوا لنا ان احنا حابين يشوفوا الحاجات الرجالي كمان. احنا عارفين ان انت نبدا اول السلسله الرجالي مثلا. اللي حابب يشوف السلاسل الرجالي، عنده شغل رجالي هنا يا جماعه كمان، جميل جدا وكتير. شكلها حلو قوي وشيك ما شاء الله، جميل. يعني انت هنا لو عايزه تجيبي هديه، دي كل اللي عايز يجيب هدايا هنا، عنده شغل رجالي موجود، رجالي وعنده دبل رجالي وعنده خواتم رجالي، سلاسل رجالي، انسيالات وكله موجود. ادي بص اهي كل الحاجات الرجالي كمان موجوده. السلسله دي برضه عليها طلب اهي، سلسله الجرميت كل النعاسات عندنا منها من اول 250 جنيه لحد 2000 جنيه. دي اتقل قوي ما شاء الله، اتقل من الثانيه ما شاء الله، جميل. عندنا كذا ماسك، يعني كلهم كلهم ماسك، كذا ماسك في دي في أخن تاني. حلوة قوي قوي قوي. دي برضه سلسلة ظهر الحية عشان الناس مشهورة قوي. سلسلة ظهر الحية اهي. دي سلسلة ظهر الحية. شكلها جميل قوي. موجود من ده الانسيال بتاعها برضه اهو. انسيال والسلسلة بتاعة ظهر الحية. أشكالهم كلها موجودة. يعني عايزه تاخدي طقم سلسله وانسيال، الاثنين موجودين مع بعض، حلو قوي. في برضه دبل وفي خواتم، فهي انا هوريهم هنا الدبل، في الدبل الرجالي اهي بكل اشكالها، لو عارفين تشوفوها كل الدبل الرجالي هتلاقوها موجوده. وفي اللي هي الدبل العادي اللي هي الكلاسيك موجوده برضو، للي حابب كلاسيك عادي، واللي حابب بيبقى فيها شكل. حلوة دي برضه شكلها شيك قوي. دي الرسالة دي عليها حاجة كبيرة اهي. السلام عليكم، أحمد محمد حامد عاوزك. حلوة قوي الدبل دي، شكلها شيك جدا. وعنده كمان الحلقان، اللي عايز حلق بأشكال كتيرة وحلوة تحفة، كل الاشكال اللي انتوا نفسكم فيها. المهم انتوا هتيجوا هنا هتلاقوا فيه الحاجات كل اللي نفسها، في الخواتم شكلها شيك جدا اللي هو وريها لنا، والسلاسل والانسيالات، وكل الحاجات الرجالي هتلاقوها عنده. هنقول لكم، هنكتب لكم في الكومنت اللي بيسال دلوقتي على العنوان، هنقول لكم في الكومنت كل اللي بيسال على العنوان هنبعته لكم. واهم حاجه تقولوا لهم ان انتوا جايين تبع صفحه انت الاهم، وانتظرونا في ريفيو جديد وانت الاهم. ولو عندكم اي اقتراحات لاي اماكن تحبوا ان احنا نصور فيها، يا ريت تقولوا لنا وتكتبوا لنا في الكومنت. انتظرونا في ريفيو جديد وانت الاهم.